الفيديو ده هيبقى فيديو قصير، هنحاول نرد فيه على بعض التعليقات وبعض الرسائل اللي جت على الحلقة اللي فاتت، ومنها نختبر المايك الجديد لان انا جبت مايك جديد، اتمنى ان يكون ما فيهوش مشكلة. يا ريت تدوني فيدباك عن الصوت. طيب قبل ما نخش في التعليقات والرسائل اللي جت، انا عايز اشرح فكرتين مهمين جدا. اول حاجة هي فكرة الحق واستخدام الحق. يعني لما بنتكلم عن الديمقراطية في الغرب، الديمقراطية حاليا هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية لصوص وفاسدين بيطلعوا يوعدوا الناس بشوية وعود، اول لما بيوصل للسلطة ما بينفذش 80% منها. هل ده شيء غير قانوني؟ لا، هو قانوني. ليه؟ لان الراجل استخدم حقه في الدعاية الانتخابية لنفسه. طيب هل ده حق؟ بالتأكيد حق. انما هل تم إساءة استخدام الحق؟ بالتأكيد تم إساءة استخدام الحق. فلما بنقول ان احنا ضد ده لا يعني على الاطلاق وبالمخالفة او المغايرة ان احنا بننادي بالديكتاتورية او ان احنا بننادي بهدم الديمقراطية. ولما بننقد الديمقراطية زي اي تجربة اجتماعية، ده لا يعني على الاطلاق ان احنا عاوزين نستبدلها بالديكتاتورية. فده اول حاجة مهمة جدا، لان في ناس كتير في المنطقة بتاعتكم بتفكر بتراك الابيض واسود. لو انتقدت حاجة يبقى انت اكيد مع الضد. طبعا ده انا شرحت 1000 مرة الكلام ده ما بينطبقش في القناة دي. الحرية الجنسية اللي احنا اتكلمنا عنها كتجربة في الغرب، احنا ما اتكلمناش على الحرية الجنسية في المطلق، احنا اتكلمنا على الحرية الجنسية كتجربة في الغرب، وقلنا هندرسها ونشوف ازاي اتفعلت مع بيئتها الاصلية، ونشوف لما هتنتقل لبيئتنا، بفرض انها هتنتقل يعني هايبوثيتيكالي كده، يعني نظريا كأن معنا زرار هندوس عليه هتنتقل، هنشوف هتتفاعل ازاي. ده كان هيبقى في الحلقة الجاية او الحلقة رقم 2 يعني الجزء الثاني. طبعا في ناس كتير ما حبتش تصبر يعني، انا بس عاوز اقول شويه تعقيبات. فلما بنقول الحريه الجنسيه كتجربه اجتماعيه في الغرب ليها مشاكل، ده لا يعني على الاطلاق ان احنا بننكر الحق في امتلاك الاشخاص لجسمهم، لان هو موضوع الحريه الجنسيه نابع منين؟ هو مش موضوع جنس، لا، هو ليه علاقه بالحقوق والحريات الشخصيه، والحقوق والحريات الشخصيه دي هي جزء من حاجه اوسع اللي هي حقوق الانسان. فبالتالي احنا ما بنرفضش الحق، لكن بنرفض اساءه استخدام الحق. فرق كبير جدا. ولما بنقول انها كتجربة ادت لمشاكل، والمشاكل دي بتدرس حاليا، وكنت هدلل ده بكتب ودراسات طبعا بس محدش ادانا فرصة، ده لا يعني ان احنا بنقول ان اللي عندك هو البديل، لان اللي عندك ليه مشاكل اكبر بكتير، وهنتكلم عنها في الحلقة الجاية لما نشوف تأثير الحرية الجنسية او كبت الجنسي على المجتمع. الفكرة التانية اللي مهم ان انا اكد عليها واشرحها هي الفكرة اللي قلت لك، لما واحد او واحده تسمعه بيقول الانسان بيتولد صفحه بيضاء والمجتمع بيكتب فيه سطور، اعرف ان هو يساري تقدمي سواء بعلم او بغير علم. لان خلي بالك انت في المجتمعات اللي عندك الناس ما تعرفش الفرق بين المصطلح والمفهوم، يعني هم ممكن يقولوا مصطلح لا عارفين تعريفه ولا عارفين هو بيدل على ايه، هم مجرد بيرددوا اكلاشات. فلما بنقول ان الانسان اللي بيقول كده هو يساري تقدمي بعلم او من غير علم، ده لانه هو بيردد اكلاشيه جاي من اليسار التقدم. والحقيقه الاكلاشيه ده خطا، او التيار اللي انا منتمي بيه او افكارنا الشخصيه ما بتوافقش عليه. ليه بقى ما بتوافقش عليه؟ لان احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لنا وفقا لرؤيتي اللي هي قد تكون غلط برضو، الانسان بيتولد صفحه بيضاء فيها بعض السطور الاصليه، والمجتمع بيكتب باقي السطور. باقي السطور دي ممكن تعمل تحجيم للسطور الاصليه، يعني احنا مثلا في مش في الغابه، فإحنا دايما بنشبهها بالبصلة. البصلة دي القشرة بتاعتها هي الإخراج الاجتماعي، يعني العادات التقاليد اللي هي بتحدد القلب بتاع البصلة اللي هو الأصلي أو السطور الأصلية اللي مكتوبة يتم إخراجها بأنهي شكل. فلما مثلا بنقول إن مشكلتنا مع القشرة الإسلامية، أو هي ما بتبقاش قشرة الخارجية، بتبقى أكتر من قشرة، يعني لو قلنا هنشبهها ببصلة في أصل وفي قشرة، الاصل بتاع البشر ايه؟ انهم بيتوجسوا من المختلف، وده منشا فكره العنصريه، صح؟ احنا بنخاف من اللي شكلهم مختلف، من افكارهم مختلفه، ايا كان. حتى في العلاقات بين الرجل والست، الحرب القايمه بين الرجل والست حاليا هي في الاساس قايمه على الخوف من الجنس الاخر نتيجه الجهل بيه، او ونتيجه عده اسباب تانية مش هنخوض فيها دلوقتي. لكن في الاخر العنصريه دي اصل موجود، بتيجي القشره الخارجيه او الاخراج الاجتماعي اللي هو عباره عن التربيه، عباره عن الثقافه، عباره عن التعليم،
بيعلمك لا ده شيء وحش حاول تسيطر عليه. ايه بقى الفرق بيننا وبين التقدمين؟ التقدمين لا يؤمنوا اصلا بوجود الاصل ولا يؤمنوا بوجود السطور الاصليه اللي بيتولد بيها الانسان. هم بالنسبه لهم الانسان بيتولد صفحه بيضاء تمام. الحقيقه الفكره دي خاطئه تماما. ليه خاطئه تماما؟ اولا لان انت لو دققت هتلاقي ان في ساعات اتنين توأم من نفس الجنس بيتولدوا في نفس البيت ونفس الاب وام وتلاقي سلوكياتهم مختلفه تماما. طب ليه؟ هو نفس السن نفس البيئه نفس السوشيال كونستراكت او السياق الاجتماعي بس سلوكياتهم مختلفه تماما لان هناك اصلي. ولو سالت اي دكتور نفساني صديقك او قول له كده في واحد قال لي ان في نظريه بتقول الفكره بتغير الكيمياء والكيمياء بتغير الفكره. يعني ايه؟ يعني انت مثلا سمعت خبر حزين ده عباره عن ايه؟ فكره دخلت دماغك بتغير كيمياء جسمك فبتكتئب بتعيط ايا كان. والعكس انت مكتئب الاكتئاب هو ايه؟ هو عباره عن افكار سلبيه فبتاخد دواء بيغير لك الفكره. اذن هناك ما هو اصلي هناك في امخاخ مثلا ميله ان او بالسليقه او باي ديفولت هي نازله كده عندها ميول ما لان كميه المخ بتختلف من شخص لشخص. لكن عموما لما بنتكلم على الحريه الجنسيه في الشرق انا شايف ان ده نوع من السفه. ليه بقى سفه؟ مش لان انا ضدها ولا معاها لا نهائي، لان الحريه الجنسيه او اي حريه تانية هي جزء من باكج اكبر اسمه حقوق الانسان. ما ينفعش يبقى عندك حريه جنسيه اللي هي حقوق شخصيه وحقوق وحريات شخصيه او مثلا حقوق مراه حقوق طفل وانت اصلا ما عندكش حقوق انسان، ده يبقى عبث. انا مثلا بحب الكلاب جدا وقعدت فتره طويله وانا في مصر بنقذهم، لكن ما ينفعش اخاطب الدوله اقول لها اعمل لنا تشريعات لحمايه الحيوان، ابقى راجل سفيه. ليه؟ لان الدوله عندك لا تكترث الانسان اصلا، حيوان ايه اللي هتعمل له قوانين وحقوق؟ فده عبث. وده ملوش علاقه من موقفي، لسه انا ما شرحتش موقفي اصلا، ما كنتش لسه شرحت موقفي من الحريه الجنسيه وايه الحل اللي انا شايفه عندكم، الحل اللي ممكن يكون واقعي لحد ما. لكن احنا مش هنتكلم عن ده دلوقتي، هنتكلم في الحلقه الجايه. انا هنا جاي اوضح شويه نقط بناء على تعليقات ورسائل. الرسائل للاسف مش هقدر استعرضها لاني ما استاذنتش من اللي بعتوا رسائل، لكن هم في تعليقين مهمين جدا تحت الحلقه هتلاقوهم بيتكلموا عن امرين غايه في الاهميه. الامر الاولاني يعني خلينا نبتدي من المعلقه، واضح طبعا انها نسويه ونسويه عتيده، فهي بتشوف ان اللي انا بقوله ده ما معناه، هي في كلامها بتوحي انها راجل بألف يعني، وان ده مش موجود في الغرب وانها على درايه بالغرب وبتخش جروبات غرب، فبالتالي هي شايفه ان الكلام بقوله ده غلط. طبعا هي بعد ما بعت لها كتب هي سكتت، لكن بوجه عام انا شايف ان الخليط بين الجهل والوقاحه ده خليط اسلامي. وزي ما انا قلت ان قلع نظاره الدين، لان هي استخدمت المصطلح ده قلع نظاره الدين، قلع نظاره الدين ده لا يكفي ان انت تغير سلوكياتك او طريقه تفكيرك او منهج تفكيرك، لان هي اثبتت اللي انا قلته في الحلقات اللي فاتت. هقول لك ازاي هي اثبتته، لكن اول حاجه هي بتتصور ان الالحاد ده بالشهادتين اللي اتكلمت عنه في حلقه التفكير النصي، انا غيرت اليافطه او قلعت نظاره الدين فخلاص انا هبقى شخص مختلف تماما. هي اسلوبها صعب شويه في الكتابه يعني، اما انا بالنسبه لي مش مترابط قوي يعني، لكن اللي انا فهمته ان هي يعني شايفه ان الحريه الجنسيه حل لمشاكل الكبت اللي عندهم ولان الذكر مسعور الى اخره، وهنشوف دلوقتي هل ده صح ولا غلط. بس خلينا الاول نفند بعض النقط اللي هي قالتها. هي بتقول ما معناه ان المشكله في الذكر الشرقي، والحقيقه الاكلاشي ده منتشر جدا، وهو اكلاشي دايما بيستخدمه حبايبنا اللي ما يعرفوش كتير عن الغرب، اللي بيبقى يعني اللي هم بيبقى عندهم خليط البجاحه مع الجهل. وده أنا يعني انت عارف السوشيال ميديا دي عباره عن يعني زريبه، اللي بيخشها لازم يبقى مجهز نفسه للرفض. والحين انا مش عارف هي على اي اساس بتكلمني على الغرب، لكن هي بتقول ان هي بتخش جروبات غربيه. وانا الهدف من ان انا بذكر كلامها مش الاهانه الشخصيه نهائيا، يعني لو عاوز اهين حد او عاوز اسخر من حد انا هعمل ده مباشره بدون توريه. لكن انا عايز اخد كلامها ونشوف ايه اللي ممكن نتعلمه منه. لازم تعرف وهي لازم تعرف ان الغربيين مش زينا، بمعنى هم مش جعجعين، مش هتلاقي غربي يقعد يجعجع زي ما احنا بنجعجع كده على السوشيال ميديا. لا، الغربي لو انت ما تعرفوش هيقول لك الكلام اللي بيتقال في كل حته، مش هتعرف الكلام الحقيقي الا لما تبقى صديق شخصي وبيعتبرك واحد منه خلف الابواب المغلقه. فموضوعنا بخش جروبات غربيه الكلام ده يعني
ملوش معنى كتير عندي، وخاصة ان كل جروب بيبقى له اتجاه. وده يمكن بيفسر ليه انا عمري ما بستشهد بكتب بعينها او بستشهد بفيديوهات بعينها، لان طبيعي الرد هيكون ايه؟ ما دي وجهة نظر، في وجهات نظر بترد عليها، تمام؟ فموضوع ان انا بخش جروبات الغرب فعارفة عن الغرب ده موضوع فاكس، انت ما تعرفيش حاجة عن الغرب. والحقيقة اذا كان في حد يتكلم عن الغرب هو انا وحضرتك وغيرك، تقعدي حط لسانك في بقك عشان احتمال تتعلمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي بتقول ايه؟ شايفة ان المشكلة ان هناك ما يعرف بالذكر الشرقي، وهذا الذكر الشرقي متخلف ورجعي، وده صح وغلط. بمعنى هو مش الذكر الشرقي، هو في حاجة اسمها الذكر الاسلامي، القشرة بتاعت البصلة بتاعته متكلسة من 1400 سنة، لكن ده ما بيغيرش ان قلب البصلة هو هو. بدليل ان انا شخصيا كواحد عرفت امرأة، ستات شرقيين وستات غربيين، مفيش حاجة اسمها ست شرقية وست غربية، هي القشرة مختلفة من بره، لكن القلب الصلب واحد. بدليل ان انتوا بتشوفوا على السوشيال ميديا لما تشالت القيود اللي هي القشرة الخارجية، اكتشفتوا انهم بيتصرفوا بالظبط بصورة او باخرى زي الغرب. فاذا مفيش حاجة اسمها ذكر شرقي وذكر غربي وست شرقية وست غربية، ده كلام ساذج وسطحي، واللي بيردده بيرددوا نتيجة ان هو ما عندوش قدرة على ان هو يخترق ابعد من القشرة الخارجية. هو بيتصور ان هو ده كل العلم او كل الفكر، وبيتصور ان هو اللي شايفه هو ده الحقيقة الكاملة. والحقيقة ان احنا عارفين ان في عقليات بتاعة التفاصيل وفي عقليات بتاعة افكار كبرى. عقليات التفاصيل هي اللي بتقف عند القشرة اللي بره، ما تعرفش تشوف اكتر من كده. بتوع الافكار الكبرى بقى اللي هو بيرجع لورا وبيشوف الصورة كاملة. فطبعا هو لما بيشوف، هو او هي، مش لازم اكون انا يعني، اي حد لما بيتكلم عن الصورة الكاملة، بتوع التفاصيل بيترعبوا بيتخضوا، ايه ده ايه ده، احنا ما نعرفش الكلام ده كله، احنا واقفين عن دي بصلة وقشرتها لونها بني، خلاص ملناش دعوة باكتر من كده. فطبعا دي اول حاجة لازم نتعلمها. تاني حاجة لازم نفهمها ان الجنس وانماط اختيار الشريك دي قلب البصلة مش القشرة. القشرة بتحدد الاخراج الاجتماعي بتاع الموضوع، ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، لكن قلب البصله هو هو. اي حد قاري في السايكولوجي او في علم السايكولوجيا التطور عارف الكلام اللي انا قلته ده، يعني ده مش بدعه، اي حد عايش في الغرب ومندمج عارف الكلام ده. وفي الحلقه الجايه لما هقول لكم على الكتب، وانا اخترت كتابين تحديدا بعينهم، الاثنين ستات، انا مش هينفع بقى يطلعوا ذكر ولا شرقي، اثنين ستات غربيين. وما حبيتش استشهد بجوردن بيترسون لان ممكن يتقال عليه ذكر، ما حبيتش استشهد وغيره وغيره وغيره، يعني مش عايز انا قررت استشهد بيهم لسهوله لغه الكتب، ما اعتقدش انها مترجمه، وفي نفس الوقت لانهم ستات. لكن هي بتستدل على المنطق اللي هي طرحته ده، بان لو كان الذكر الشرقي زي الذكر الغربي ما كان الشرق بقى زي الغرب، وده كلام يبدو ان هو منطقي. ايوه، بس هو الاختلاف بين الذكر الشرقي والذكر الغربي مش بسبب الجنس فقط، هو بسبب حاجات تانية اوسع من كده. فطبعا ده تسطيح وتبسيط مخل ان احنا نقول لو كان ده زي ده في الموضوع ده، طب ما هو المرأة الشرقية والمرأة الغربية الاثنين عندهم هايبرجامي ولا ايه؟ ولا الشرقية ما عندهاش؟ عندها. امال ايه كل البنات اللي بتسلع نفسها على السوشيال ميديا دي؟ كلهم عاوزين يبقوا ياسمين صبري. وده يوصلنا للاجابه للسؤال بتاع الاستاذ اللي في الامارات اللي بيقول ان في بنات كتير صغيره في الامارات لا عاوزه ترتبط ولا بتاع، وعاوز ولا عاوزه واحد هاي فاليو، يعني اللي شبهناه باحمد عز مجازا، وانها عايزه شوجر دادي، حد اكبر منها في السن غني يصرف عليها. الحقيقه ان اجابه السؤال ده بسيطه، لو انت متابع من ايام حلقات الريد بيل، احنا قلنا المراه ليها محورين، عواطفها ومصلحتها. عواطفها ده اللي بينطبق عليه اختيار الشريك اللي اتكلمنا عليه. المراه دايما هتنجذب للرجل عالي القيمه، لا مناص من ده، ده لا ليه علاقه بالسوشيال كونستراكت ولا ليه علاقه بقشره البصله، ده نواه البصله. كون بقى انها بتسلع نفسها فده تراك المصلحه، لان انت خلاص لو شلت الضوابط الاجتماعيه وشلت الوصم الاجتماعي اللي الاستاذه معترض عليه اللي هنتكلم عليه بعد شويه، خلاص هي ايه اللي هيمنعها انها تسلع نفسها وتحول نفسها لسلعه؟ وهو البنات اللي على السوشيال ميديا دول اللي عمالين يتلبونوا، هو انت فاكره هدفهم ايه؟ هدفهم كل واحده عاوز، اللي عاوز تبقى ممثله، اللي عاوز تبقى مغنيه، اللي عاوزه تبقى ياسمين صبري. طبعا في اسباب ثانيه يعني مش عاوزين نختزلها، انت ممكن تقولي لي مش ده بس، لا هو في اسباب تانية طبعا، ارضاء الغرور وقياس قيمتها السوقيه وحاجات تانية، ما انا مش هعمل بقى حلقه جوه الحلقه، لكن واحد من اهم الاسباب هو ده. وهم ما عندهمش مانع ان هم يقابلوا خالد يوسف ويستغلهم، مش مشكله خالص، هم عارفين على فكره. وما عندهمش مانع برضو
انها تخش في علاقه بعقد دعاره طويل الامد، عقد شرعي مع واحد زي ابو هشيمه، مش مشكله، ما هم كل الفئه دي جوازاتهم عباره عن دعاره عقد شرعي. فبالتالي احنا لما بنشيل الضوابط الاجتماعيه المراه بترتد لطبيعتها الاصليه، والذكر برضو، يعني انت الذكر في الحروب ما هو بيغتصب، مش كده؟ ليه؟ لان شلنا القشره بقى، القشره الخارجيه بتاعت الاخراج الاجتماعي شلناها، فخلاص الاصل هيبان، الكور الهمجي الحيواني اللي معلهوش ضوابط هيبان. انت لو ماشي في الشارع وبتبص على واحده عجبتك جسمها، هل انت بتفكر فيها انها انسانه ممكن تكون رايحه مثلا الشغل وعندها هم مش عارفه تجيب لابنها الدواء العيان؟ لا نهائي، انت بتفكر فيها كفريسه. ايه اللي بيمنعك؟ اللي بيمنعك انه ما ينفعش. فهناك فرق بين ما هو اصلي وبين ما هو سوشيال كونست، او يعني القشره الخارجيه. القشره الخارجيه دي بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئه لبيئه. لما اتكلمنا عن استراتيجيات اختيار الشريك او بنتكلم عن سيكولوجيا المراه او سيكولوجيا الرجل، ده اصلي مش مكتسب. طبعا برضو الاستاذه ارتكبت خطا بشع ان هي اسقطت عليا خلفيتها ودخلتني في متاهات بقى، رغم ان انا حذرت محدش يعمل كده. دخلتني بقى في الجواز واصل المجتمع مش عارف فيه ايه والعذريه ومش انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن فكره كبرى ولسه ما كنتش خلصتها. لكن في نقطتين مهمين كمان هي طرحتهم، مهم قوي ان احنا نجاوب عليهم، لان طبعا هي بتتكلم بصفاتها الخبيره. هي بتقول ما فيش حاجه اسمها وصم اجتماعي، والحقيقه الكلام ده برضو صح وغلط، ان ما فيش وصم اجتماعي في الغرب. هو صح لو افترضنا ان الوصم الاجتماعي ده شيء ثابت، يعني لو قسنا بمقاييس الشرق، لا احنا ما عندناش وصم اجتماعي في الغرب بالشكل ده. ما فيش شويه عيال هتقف على الناصيه ولا ايوه مش عارف ايه، ما فيش واحد هيقتل بنته عشان جريمه شرف، ما فيش، لانها غير قانوني. انما هل في وصم اجتماعي؟ اه في وصم اجتماعي. ايه هو الوصم الاجتماعي؟ هو ان الشخص ليه ميول وبيحدد دي ايه ودي مش ايه بس، وده موجود في كل حاجه. يعني انت هتلاقي بيت كتير ما يصاحبوش السود، هم وصمنهم اجتماعي، هو حر. هل ده حق ولا مش حق؟ اه حق. هل نقدر نقول له انت ليه ما بتصاحبش السود؟ ده ما نقدرش، وحر. واحد مش عاجباه واحده، احنا هنا بنتكلم بقى بصوره جماعيه، انا بكلمك عن شرايح المجتمع. فالوصم الاجتماعي موجود لكن مش بالصوره اللي عندكم. فعشان كده خطا جدا ان تتعامل مع فيديوهاتي وتسقط عليها خلفيتك، مش تفهم حاجه. لكن كمان الدليل ان في وصم اجتماعي، الاستاذه طالما بتخش جروبات غربيه يبقى مفروض هي تسالهم هو يعني ايه سلات ووك. سلات يعني عاهره، ووك يعني مسيره. الستات بتطلع قلع السوتيانات وشايله يفط، اي ام سلات، انا شرموطه. طب هو ايه الهدف من الووك ده او من المسيره دي؟ هي عاوزه تقول للمجتمع انتوا بتقعدوا تقولوا علينا كده، ايوه احنا كده بنتحداكم. اذا هو لو ما فيش وصم اجتماعي ما كانش هيبقى فيه سلات ووك اصلا، دعته مش كده ولا ايه؟ ولو حضرتك مش مقتنعه بموضوع السلات ووك، طيب ما تخش كده على جروبات الريد بيل الغربيه، تخش، لا بلاش، خش على اليوتيوب واكتبي ريد بيل وشوفي المحتوى اللي هيطلع لك، وشوفي بيتفرجوا عليه قد ايه بالملايين، وبعدين سيبك من المحتوى. خلينا نفترض ان ده راجل غربي قمعي ذكوري متخلف. اقري بقى التعليقات بتاعت الناس الذكر الغربي، وفي ترانسليت عندك في التعليقات. يبقى اذا هو في وصم اجتماعي، انت اللي ما تعرفيش، انت اللي عايشه في يوتوبيا، نظرا لان يمكن الله اعلم، يعني كل واحد بقى وخلفيته. الناس اللي بتبقى جايه من خلفيات يعني بسيطه بيبقوا متخيلين ان الغرب ده جنه بقى. هو مش فكرتهم بس غلط عن الجنس والحريه الجنسيه، لا، هم فكرتهم حتى غلط عن الهجره نفسها، وانا اتكلمت عن ده في حلقه الهجره. في مفاهيم كتير عندكم خرافيه عن الغرب مش موجوده. الحبايبنا الملحدين الجدد الذكور اللي بيتخيل الحريه الجنسيه، هو بيتخيل الحريه الجنسيه دي عباره عن مسلسل ديني، هيطلع بقى هيلاقي الستات قاعدين ملقحين يمين شمال زي افلام الكفار وبتاع، وهو بقى يشاور لها فتروح جايه له بقى وترمز ومطلع له. ايه ده؟ مش كده هو خالص، مش كده يا جماعه، المواضيع مش بالشكل ده خالص خالص، انتوا فاهمين غلط وانا بحاول افهمك صح. فمن فضلك بدل ما تقعد تزهقني وتكعبلني، حاول تسمع عشان تتعلم. لو لقيت الكلام مش منطقي، ما انا بقول لك فارقنا. لكن كمان الاستاذه بتطرح مفهوم غريب جدا، هي بتقول انها بتمارس هذه الافكار اللي هي كتبتها، يعني ان هي
هي بتقول يعني ان المرأة لازم تمارس الجنس للجنس زي الراجل، ودي نفس مفهوم السيمنس بتاع النسوية، لان النسوية ما بتدورش حوالين حقوق المرأة زي ما بيتصوروا، هم مش فاهمين حاجة اصلا. هحط لكم فيديوهات في الاخر لو افتكرت، مقاطع من فيديوهات تتفرجوا عليها وتدوروا عليها وتدوروا على الفيديو الكامل تتفرجوا عليه. فالنسوية اصلا هي حركة ذكورية اخترعها ذكر بمقاييس الذكور، وقال للست امشي على المقاييس دي خليكي زيه. فبالتالي فكرة السيمنس دي هي مش فكرة تساوي في الحقوق، لان ده موجود اوريدي ومن زمان، المساواة امام القانون، المساواة في حق التعليم، حق انها ما تضربش، كل ده موجود. امال فين المشكلة؟ هي فكرة السيمنس، انت زيك زي ما الاستاذة بتؤمن، هي شايفة ان هي مفروض تمارس، مش هي هي ما قالتش كده يعني، بس عشان ما اقولهاش كلام، ان الفكرة يعني اللي بتطرحها ان مفروض المرأة تمارس الجنس للجنس زي الراجل. طيب، وهي بتقول ان الافكار دي مش غريبة، وانها تعرف ذكور متحضرين كتير مقتنعين بهذا الكلام، وده حقيقي، لان احنا عندنا في الشرق زي في الغرب بقى عندنا ماسورة سنبات وذكور نسوين، وهتزيد جدا في الفترات الجاية، لان قلنا الذكر النسوي ده بيتربى على ايد واحدة ست بدون اب، مفيش اب، مفيش فزر لفجر، ما يعرفش عن اي راجل، بالعكس هو الراجل بالنسبة له مخلوق عديم الفايدة ومؤذي، فهو بيطلع متطبع بطبع الست. السطور اللي اتكتبت في الورقة البيضاء عدلت، عملت معادلة مع السطور الأصلية، لكن هو عموما هذا الذكر النسوي مع أول ألم هينزل على قفاه هيفوق، بس لسه، لأن طبعا السطور الأصلية مكتوبة بتبقى أقوى ومحفورة أكتر بكتير من السطور اللي بيكتبها المجتمع. لكن هي خلينا يعني نرجع تاني، هي بتقول إن في ذكور مقتنعين بده، وأنا شايف إن ده صحيح، يعني الذكور اللي بتسميهم هي متحضرين، هوريكم فيديو لذكر منهم متحضر في اخر الفيديو ده، هوريكم الستايل بتاع الذكور المتحضرين. طيب، ما هو حضرتك كأنسة، مش بتكلم عنها هي المعلقه، لا خالص، انا مش هدفي الشخصنه حقيقي يعني. طيب، الأنسة في اي مجتمع تقدر تحصل على الجنس بسهوله، وحضرتك بتقولي ان في ذكور متحضرين رغم انهم اقليه، انا شايف انهم مش اقليه ولا حاجه، شايف انهم كتير. طب فين المشكله بتاعتك؟ ما انت عندك الجنس متاح بالنسبه لك، وعندك الذكور المتحضرين، عاوز الحريه الجنسيه في ايه؟ وبعدين مين اللي قال لك ان مصر ما فيهاش حريه جنسيه؟ مصر فيها بلاوي زرقاء بس ورا الستائر. ولما انا اتكلمت عن فكره ال 20 80 اللي الاستاذه افتكرت ان انا اقصد ان في 80% ما بيحصلوش على الجنس في الغرب، الكلام ده غلط. انا اقصد ان ده موديل، يعني في موديل، يعني نموذج، بمعنى ان في ذكور عندهم فرص عاليه جدا كتير جدا، في ذكور عندهم اقل، في ذكور ما عندهمش، دول اللي بيسموهم الانسيلز. الانسيلز دول فئه بتقدر بحاجه و30%، بتختلف من مجتمع لمجتمع، دول مجموعه من الذكور فاقدي الامل في الحصول على انثى، ودول اللي بيرتكبوا كثير من الجرائم اللي حضرتك تسمع عنها، ان يخش يجيب مدفع رشاش وينزل ضرب في الاطفال. ليه؟ هو خلاص فقد الامل. هنتكلم عن في الحلقه الجايه عن تاثير الكبت على المجتمع، فانت بس ما ادتنيش فرصه. يعني اللي انا عايز اقوله ان فين المشكله؟ الذكور المتحضرين موجود والجنس موجود، طب فين المشكله؟ انا مش فاهم. لكن حتى في المجتمع عندكم، المجتمع المصري، انتوا ما عندكمش ظاهره ال 20 80 حاليا، انتوا عندكم ظاهره ال 3 97، وده شيء خطير جدا، عشان كده المجتمع ده لازم ينفجر. يعني ايه 3% اللي هم بتوع الساحل الشمالي معاهم كل العربيات، كل الفلوس، كل وبالتالي هيبقى عندهم كل الستات وكل البنات اللي بتشيق نفسها دي عايزه تدخل المجتمع ده، وما عندهاش مانع خالص ان يتم استخدامها مقابل مكاسب ماديه. فبالتالي انتوا المشكله عندكم اخطر، لان انتوا عندكم 3% مقابل 97. هل معنى كده ان ال 97 ما بيحصلوش على جنس؟ لا، احنا بنقول ده موديل، نموذج. لكن هي برضو طرحت فكرة ان الندرة الجنسية وان الحرية الجنسية تؤدي الى انعدام الندرة الجنسية او الكبت. يعني برضو نرجع تاني، ايه تعريف الندرة الجنسية؟ انهي ندرة؟ الندرة بتاعت المجتمعات الاسلامية ولا الندرة بتاعت المجتمعات الغربية؟ ما هو برضو في فرق. مشكلة البصلة الاسلامية ان القشرة بتاعتها الخارجية متكلسة من 1400 سنة، وبالتالي هو مش قادر يشوف المرأة انها جزئين، انثى وانسان. يعني هي لو نزلت تاكل كوز درع كورنيش زي اي بني ادم عشان زهقانه، هو هيعتبرها انها نازله عاوزه تتشقط. ليه؟ لان القشره الخارجيه بتاعته، الاخراج الاجتماعي بتاعها، ان هي مفروض تقر في بيتها، تمام؟ فانا ما بتكلمش على الحاله المتطرفه دي، لكن ايه هو تعريف الندره؟ انا مش عارف. الندره دي كلمه نسبيه،
لكن في المجتمعات الغربيه احنا قلنا في فئات ما بتحصلش على الجنس. وانا كان ليا صديقه استغربت جدا، قالت ايه ده معقوله في واحد ما عندوش بوي فريند، او في واحده ما عندهاش واحد ما عندوش جير فريند او واحده ما عندهاش بوي فريند. هي متصوره ان الغرب ده بيوزعوا ستات على البطاقه، يعني المهاجر او غير المهاجر يروح للكاونتي للحكومه يقول لها ايه ده انت ما عندكش جير فريند، ازاي ساكت على نفسك كده، تعالى تعالى خش المخزن اختار لك عاوز ايه، زرقاء ولا شقرة ولا سمراء، لا خش ما ازاي ساكت على نفسك كده. الموضوع مش كده، الموضوع ان حريه جنسيه يعني سوق جنسي غير منظم، يعني سوق مفتوح، يعني عرض وطلب، يعني في ناس هتاخد كتير جدا، في ناس مش هتاخد خالص، وفي بينهم. الدليل ايه؟ الدليل وجود حاجه اسمها انسيلز. حضرتك خشي دوري بنفسك الانسيلز دول هم ايه. الدليل الثاني كمان على ان الندره الجنسيه ما اختفتش من الغرب، وغلط ان احنا نفكر كده، لان اي سوق مفتوح هيؤدي فيه هيؤدي لظهور ندره جنسيه، بس طبعا ندره عن ندره تختلف، ده برضو هنناقشها في الحلقه الجايه. فانتعاش سوق السكس تويز اللي هو الفايبريتورز والعرايس اللي بتتنفخ والحاجات دي، طب هو لو واحد عنده جيرل فريند او واحده عندها بوي فريند هيستخدموا السكس تويز ليه؟ هما ما عندهمش. نفس الحكايه بالنسبه للاونلي فانز والبورن وكل ده ليه؟ لان في ناس ما عندهمش، ما هو ما فيش واحد مصاحب هيتفرج على بورن، مش ممكن يعني، او العكس يعني، صح ولا ايه؟ إذن الحرية الجنسية مش بالضرورة تقضي على الندرة الجنسية، هي ممكن تقللها، وهي بتقللها فعلا. كل اللي أنا كنت عايز أقوله إن الحرية الجنسية كتجربة، وبما إن إحنا بنتكلم هنا بعيد عن العواطف وعن الأهواء، وأنا بشرح لك التجربة دي حصلت إزاي خلالها، هي قللت الكبت ده حقيقي، لكن كل عايز أقوله إنها عملت مشاكل أخرى لا تقل سوءا عن الكبت. هنتكلم بقى في الحلقة الجاية عن الكبت والحضارة والحرية الجنسية والحضارة والفكر الأمومي والفكر الأبوي، دي قصة كبيرة. وهنا هيطرح الكلام اللي طرحته الأستاذة سؤال مهم، طيب لو افترضنا ان احنا دوسنا على زرار، طبعا الكلام اللي انا بقوله ده او اللي هي بتقوله ده مجرد استمناء فكري، وانا اكتر واحد منقض الاستمناء الفكري. ليه؟ لان لا انا ولا هي هنغير حاجة، لا هي عندها دبابة ولا انا عندي دبابة، احنا قاعدين بنهري في لا شيء، بس يمكن انا بحاول اهري ان انا اضيف لك معلومه. الاستاذه زعلانه ان انا بحاول اضيف لك معلومه اعلمك عن العالم، لان انا ممكن ما بقاش عارف الحل، لكن انت تعرفه، انت لسه صغير. انا في عيال في العشرينات اوائل العشرينات انا بشوفهم منهم عبقره، يعني انا بقول يا ريتني وانا في سنهم كنت بهذا القدر من الوعي والذكاء، بدلا ما انا كنت بضيع وقتي في هيافه، يعني ما استفدتش منها حاجه غير ان عملت لكم شويه حلقات على المراه، يعني انا مستعد ابدل الخبره دي بان انا بحاجات تانية. لكن انا بحاول اديك الاخر انا ما وصلت له، عشان انت بقى الحياه قدامك، مش لازم انا ابقى عارف الحل، انت تاخد المعلومه ودور انت على الحل هتلاقيه، لكن حتى لو ما لقيتوش انا عملت اللي عليا. فاذا افترضنا ان في زرار هندوس عليه هيعمل حريه جنسيه في مصر، وطبعا دي كارثه، هقول ليه بعد شويه. طب ما هو هينشا عندنا مجموعه انسلز ما عندهمش جنس، ودول قلنا بيقدروا في المجتمعات الغربيه بحاجه و30%. طيب هو السؤال، وحقيقي ما اقصدش اي نوع من الاهانه ولا التهكم، هل حضرتك هتلمي اصحابك وتروحي تبرعي لهم بالجنس؟ ما اعتقدش، انت عاوزه تمارسي الجنس مع حد في مزاجك، مش كده؟ زي اي واحد ست يعني. طب دول نعمل فيهم ايه؟ هو في حل هقول لك عليه، لكن اصلا انا عندي اعتراض رهيب على الفكره اللي حضرتك بتطرحيها، فكره ان احنا ناخد المنتج الغربي ونروح زرعينه في التربه بتاعتنا. عشان كده انا قلت انا ضد الالحاد في المجتمعات الاسلاميه لانه خطير جدا، وضد الحريه الجنسيه في المجتمعات الاسلاميه لانه خطير جدا. ليه بقى؟ لان حضرتك الديمقراطيه او الحريه الجنسيه او كل هذه الامور هي تجربه اجتماعيه عدت بمراحل طويله، يعني كان في حاجه اسمها تنوير، وقبل التنوير ده كان في قيم متواتره جايه من المجتمعات دي من خلفيه ثانيه مالناش دعوه بيها خالص، وبعدين في ثوره صناعيه، وبعدين في حاجه اسمها حداثه وما بعد حداثه وحروب عالميه واعلان عالمي لحقوق الانسان، وبعد كده ثوره جنسيه وتقدم علمي. فانت حضرتك عاوزه تاخدي المنتج النهائي ده وتروحي رازعاه في التربه بتاعتك. فاذا تصورنا ان الحريه الجنسيه او الديمقراطيه دي عباره عن مكنه، المكنه دي كلها بقوله المكنه دي بتعمل حاجات بعضها جيد وبتطلع حباب اسود من الجنب، الحباب ده كتير قليل، ده بقى نتناقش فيه، نقيم التجربه ننقدها، مش معنى كده ان احنا عاوزين نولع في المكنه زي ما الاستاذه فهمت، لا. لكن انا بقى ضد ان احنا ناخد المكنه دي ونروح زرعينها في التربه بتاعتنا. ليه؟ لان احنا جربنا ده، ما احنا ياما قلنا لكم يا جماعه بلاش ديمقراطيه، والله هتجيب نتائج عكسيه. مش قلنا الكلام ده في يناير؟ على فكره كل الناس بتقول الكلام ده دلوقتي، لكن انا بتكلم على اللي قالوا كده من اول يوم، احنا قليلين جدا وعارفين بعض بالواحد،
وشتمونا واتهمونا ان احنا عملاء و و و زي ما دلوقتي لما بطلع اقول حاجه ما بتعجبش النسويات يقول لك اصل انت معقد مستات، نفس الاتيتيود، هو الشيمينج تاكتكس، تكتيكات العار هي هي. طيب انتوا جربتوا الديمقراطيه، يا ترى عملت ايه؟ طلعت هباب اسود زي الغرب ولا انفجرت في وشك؟ فحضرتها بقى عاوزه تجيب لي الحريه الجنسيه بالمفهوم الغربي في المجتمع بتاعنا ازاي؟ احنا نلم العيال السرسجيه دول ونقول لهم بص يا حبيبي تعالى، هو مفيش ربنا والدين ده خرافات وفي حاجه اسمها حريه جنسيه، فاذ بهذا السرسجي يتحول الى مواطن اوروبي. يا سلام، ده هيغتصبوك ويقعوا في الشوارع. انت مش فاهمه حاجه، انت عيله صغيره او انت تفكيرك سطحي جدا، انت مش فاهمه حاجه. الحل في مصر مش الحريه الجنسيه، الحل هو تقنين الدعاره. ليه بقى تقنين الدعاره؟ ولاحظي كلمه تقنين، لان الدعاره هيبقى فيها نوع من الحريه الجنسيه بس تحت طائله القانون، ما يقدرش يروح يغتصب البنت، ما يقدرش يروح يضربها، ما يقدرش يروح ياخد عليها فلوس، ما يقدرش يقول لها انت بتعملي ايه وبتنام مع غيري ليه، ولازم تبقى مقننه. في امريكا هنا الدعاره ممنوعه، ما عدا في نيفادا غير مقننه، بيسموها اسكورتنج، اللي هو ايه يعني تتصل بقى تعالي اعملي مساج بتاع كده. دي خطيره جدا برضو. ليه؟ لانها بتنقل امراض. فنفس الحكايه، انا عاوز دعاره مقننه زي تركيا، ده يفتح البلف شويه، انما حضرتك عاوزه تروحي شايله البلف، البتاع هينفجر في وشنا يا ماما، انت مش فاهمه اللي بتقوليه، هينفجر في وشنا. اذا كان في المجتمعات اللي انضف مننا ألف مره، هذه التجربه عملت مشاكل رهيبه ادت الى تفكك نسيج المجتمع. عاوزه تجيبيه نفس المجتمع، عاوزه تجيبيه نفس التجربه في مجتمع اصلا قيمه زباله وكل حاجه فيه زباله وما فيهوش ولا مقوم من مقومات الغرب، لا في رفاهه ولا سياده قانون. هو حضرتك الحريه الجنسيه والنسويه وكل افكارنا بعد الحداثه دي اللي عمالين تبعبعوا بيها دي محتاجه رفاهه ومحتاجه سياده قانون، مش كده؟ سياده قانون عشان تقدري تطبقيها، لان حضرتك كانثى لا تقدري تطبقي نسويه ولا اي حباب. هو الانثى بتعيش عن طريق يا اما الراجل يا اما ما يعادله اللي هو الاستيت. انت لو عندك مشكله تعملي ايه؟ يا اما هتلجئي الراجل يحلها لك او هتلجئي للدوله اللي هي بدل الراجل، انما انت مش هتعرفي تحليها لوحدك. فانت لا عندك سياده قانون ولا عندك رفاهه، لان حضرتك حقوق المراه دي عشان نركب المراه على قفا الراجل زي ما انتوا عاوزين وبتعملوا عندكم كده، ده محتاج قانون. ما هو الرجاله هتقول لك لا غوري في ده مش انا، فاذا لازم سياده قانون. فحضرتك لما تتكلم مثلا على الفكر النسوي وانت عايشه في دوله لا فيها سياده قانون ولا فيها اقتصاد، فده عبث وهبل. لما تتكلمي على الحريه الجنسيه وانت عندك دوله ما فيهاش اصلا حقوق انسان، فده عبث. الحل الوحيد ان احنا نبقى زي تركيا ونقنن الدعاره، ودي تبقى بدايه، مع بقى التنوير بدون تنوير متطرف، واحد مسلم ولا مسيحي ومسالم، ما نقعدش بقى نقول له انت بتؤمن بالخرافات، ما تفكوش الكلب المسعور علينا، ما انت ما تعرفيش. لو المسلم ده انت فكيتي السلسله وعرف ان ما فيش ربنا ما ممكن ينكنا يعني، ما انت ما تعرفيش حضرتك ولا ايه؟ فاتمنى ان انتوا تفكروا في الكلام شويه احسن من كده، وتبطلوا السطحيه والهبل اللي انتوا بتتكلموا بيه ده. وبرضه تبطلوا الوقاحه، يعني ما يجيش واحد يخش يكلمني انا على الغرب، انا مش هقول لك ان انا مغروس في الغرب، الذكر الغربي اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده هو اصدقائي، يعني دول اصدقائي اللي بنقعد نتكلم في السياسه وبنتكلم في الستات وبنتكلم في كل حاجه. المراه الغربيه دي انا اعرفها كويس، بغض النظر اعرفها ازاي. فاللي انا عايز اقوله الحريه الجنسيه في النظريه وفي الدول يعني اللي فيها سياده قانون وفيها رفاهه، لان ده منتج من منتجات ما بعد الحداثه مش الحداثه. بتقلل الكبت لكن بتنتج مشاكل لا تقل خطوره، دي بقى تتبحث كتجربه اجتماعيه، لان ده مش نص مقدس، يعني الحريه الجنسيه ده مش نص مقدس، مفيش حاجه في الغرب بيتناولوها بالتفكير النصي. كل حاجه قابله للبحث والدرس والتعديل. وفي الحلقه الجايه، الحلقه اللي بعديها، لما اتكلم بقى عن الفكر النسوي والفكر الامومي اللي هتفهم منه لب مشكله الغرب، لان في كتير بيسالوني عن فرنسا هو ليه بيحصل كده؟ الحقيقه الموضوع اللي بيحصل في الغرب كله ملوش علاقه بالسياسه والاقتصاد ده كل ده قشرة البصل. إنما البصلة نفسها بقى دي أنا هكلمك عنها ومحدش هيكلمك عنها غيري. وهقول لك بقى على كتب في سيكولوجيا التطور، هقول لك على كتب تقراها اللي بيحب يقرا، لأن أنا شايف إن في كذا مشاهد بيحب يقرا يعني. اللي أنا عاوز أقوله الحرية الجنسية في الدول والمجتمعات اللي نشأت فيها قللت الكبت الجنسي لكن عملت مشاكل كتير، لكن عندك أنت هتنفجر في وشك. وانا بحذر منها، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. طبعا خلي بالك برضه انا بحذر منها، وده يعتبر استمناء فكري، لان احنا انا ما عنديش زرار، لا انا ولا هي، لا انا اقدر اعمل ولا هي تقدر تعمل، ده كله ده احنا بنقول كلام فاضي يعني.
النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أعلق عليها هي طرحت نظرية بتقول إن ليه الواحد ما يهيص من 14 ل 24 والبنت والولد يمارسوا الجنس الغير منضبط، وبعدين يجوا بقى من 24 فما فوق يلتزموا ويرتبطوا، ولو عملوا غير كده بقى المجتمع يقول له عيب عليك، يعمل له نوع من التقريع اللي مش عارف استخدمت مصطلح شكله ايه، حاجة كده أقل من الوصم الاجتماعي. الحين هو ده اللي بيحصل بس مش بالظبط، يعني هم فعلا بيبتدوا يهيصوا من الهاي سكول والجامعه، وانا اكتر حاجه ندمان عليها في حياتي ان انا ما حضرتش الهاي سكول والجامعه هنا. لكن ده بيستمر مش لغايه 24، بيستمر لغايه ال 30. تيجي بقى على ال 30 بتستخدم الجمله الشهيره اللي عاوزكم تدوروا عليها على جوجل لان معمول عليها ميمات كتير. I'm ready for you، now I'm ready for you. انا جاهزه دلوقتي للارتباط، ما حدش بيعبرها. لان حضرتك اولا واحده عندها كل هذه الخبره في الرجاله، طبيعي لما هتحب ترتبط مش هترتبط باي راجل بقى، هي عاوزه راجل يعدي كل دول، يعني هي متعوده على كميه دوبامين رهيبه. وموضوع الدوبامين ده خطير جدا، ليه؟ لان حتى السوشيال ميديا بوظت دماغ الستات بسبب الدوبامين. هبقى اشرح ده في حلقه، لكن مختصره يعني ان اللي بيتعود على افراز هائل من الدوبامين نتيجه كتر الحك او كتر العلاقات، حتى بدون العلاقات على السوشيال ميديا، ما هي طول الوقت بيتحك فيها. لو هي اصلا من النوع ده، يعني انا مش كل البنات كده طبعا. هي بتتعود على كمية دوبامين رهيبة، مفيش راجل واحد يقدر يديها كل كمية الدوبامين دي الا اذا كان فاضلها بقى، وهو حتى لو فاضلها الستات ما بيحبوش الراجل اللي فاضلهم، انتوا عارفين كده يعني. فاللي هتيجي دي على 30 تقول امر دي، اولا الرجالة اللي بيعجبوها ما هم بيهيصوا لسه، وهيهيصوا مع اللي اصغر منها، يعني في فرق في الاساليب، يعني الموضوع عند الراجل مفتوح، المدة مفتوحة طول ما صحته كويسة وشكله حلو وشغال يعني وعليه طلب، وخاصة ان مع السن موارده بتزيد، فبالتالي هي اولا ما بتلاقيش، فبتضطر بقى انها تاخد اللي تحته بقى، مهاجر عاوز ياخد الجنسيه، واحد اسود، واحد مش عاجبها قوي، عشان تحقق حلم الأموم. عندنا في مصر هم بيعملوا العكس، هي بتحقق حلم الأموم الاول وبعدين بقى بتبتدي تنطلق. انا مش هتكلم عن اي مقاييس اخلاقيه لان احنا خلاص احنا ما بنتكلمش هنا في القناه عن الصح والغلط، احنا بنتكلم هل ده هيؤدي انها تلاقي اللي في خيالها ولا لا. انا بدعي انه لا. ولما هستضيف الأستاذ حيدر راشد حبيب الملايين، هنستضيف في الحلقة اللي بعد الجاية نشوف رأيه في ده، وهستضيف لكم كذا حد عايش في الغرب، نشوف الكلام اللي أنا قلته ده وهم يقولوا لكم شهاداتهم عشان تبقوا فاهمين الدنيا بتمشي ازاي. هنا الهدف ان انا بنقل لك معلومة، انا مش عايز ابرمجك ولا عاوز اقنعك ولا عاوز اخش في جدل مع حد. يعني انت لو شايف الكلام اللي انا بقوله ده مش مقنع يا ريت ما تقعدش تتجادل معايا، وحضرتك يا ريت ما تتجادليش معايا، تجاهليني، فانا ما عنديش خلق ان انا اقعد احكي. تمام، انا بقول اللي انا اعرفه. فاحنا هنشوف شهادات الناس دي، وحيدر بقى متبحر جدا في الكتب اكتر مني، يعني هقول لكم على اسماء كتب بالعبيط. واللي انا عايز اقوله ان انا بحاول اديك معلومه حقيقيه، الناس مش بتقول كده لان الكلام اللي انا بقوله ده كلام سخيف، ده لا يجيب جمهور ولا يجيب حب ناس ولا ويزعل الستات، وواحدة ست تلاقي تقص انت اكيد عندك مشكلة من الستات، ما ده طبيعي يا جماعة، ده طبيعي. والحقيقة ما بزعلش من واحدة ست لما تهاجم، طبيعي انها تهاجم، خاصة لو نسوية، اولا لان انا بعرض مصالحها للخطر، بتقاطع مع مصالحها، فهي حقها انها تتضايق وحقها انها تهاجمني. اتنين، بكشف السردية وبكشف الاساليب، وده اكتر حاجة بتضايق اي واحدة ست. يعني انت اذا كنت فاكر ان انا لو عاوز يبقى لي معجبات هطلع باين ان انا فاهم على الستات، انا بقى راجل معتوه. ان الستات لما بتعرف ان انت فاهم عنهم كده بتخاف منك، فده اكبر دليل ان انا طالع عندي رساله، انا بقول كلام يعرضني انا للمضايقه ويعرض لي المضايقه من ناس يعني ليس لهم قيمه، بس انا بقول ده عشانك انت، عشان تفهم الوضع ماشي ازاي، ما تبقاش ضحيه لحد. فانا بدعي ان وفقا لاي حد عايش في الغرب عارف الكلام ده، ويا ريت اللي عايش في الغرب يقول لنا شهادته في التعليقات لو هو مندمج، يعني ان هي في الاخر بعد ما بتمارس الكاك هابينج اللي بيسموه كاك هابينج، كاك يعني اللي هو العضو بتاع الراجل، هابينج انها تنط من عضو لعضو، لما بتقول اي ام ريدي محدش بيعبر. خلي بالك ان مش كل الستات كده، في عندك تيار اسمه تراد جيرلز، تراديشنال جيرلز، البنات المحافظات، وهدور لك على فيديو من فيديوهاتهم في اخر هحطه في اخر الفيديو ده. الكلام اللي حضرتك بتقوليه مش سليم ومش دقيق، ويفتقر الى كثير من المعرفه ويتميز بكثير من الوقاحه، وانا ما اقصدش اهينك بس انا بحاول اصحح لك معلومه وبحاول اخد كلامك
ونفصصه عشان المشاهدين يتعلموا. هسيبكم مع شويه فيديوهات تتفرجوا عنها عن نشاه النسويه وشويه حاجات تانية، واشوفكم بقى في الحلقه الجايه، واتمنى انكم تدوني فيدباك عن الصوت هل كويس ولا وحش. شكرا واشوفكم الحلقه الجايه. They said things about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. I said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, you want me? Let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? I said, there were two primary reasons. And they were, one reason was, we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. A lot of men right now act like women, and they just want more. Bring back the patriarchy. I want to stay at home. I want to take care of my kids. What do you mean buy you flowers? What do you mean pay for dinner? What do you mean 50-50? What is that? I don't believe in that. What do you want? What do you believe? I want a man to take care of me. So you want to be a housewife? I want to be a housewife. Okay. Yeah. The old traditional way? Traditional. I'll do it. I don't mind. I'll do it. Fuck it. All right. Let's say you meet the guy that does all that. Like, he's willing to take you in and you basically be the woman to take care of everything. Yeah. Now, does he got complete control over you? Like, saying, like, all right, delete your Instagram. You can't be dressing all slutty out in the streets. Here's my thing. I'm not going to be dressing all slutty and, like, having Instagram. If I found the one and he gives me everything I need, he doesn't even have to ask me for that. I already did it. You'll delete it? Oh, yeah, for sure, without him even having to ask. If a man stays home for most of his days, he is going to get depressed. And if a woman goes out and hustles 40 hours to 50 hours a week, she's going to get burnt out. They are playing the wrong role. This is why you see so much depression in men, and it's why it's gone up. There's more men at home, more men on social media, more men playing video games than ever. And there's more women outside of the home. There's more women hustling and trying to do what men can do, even though that is far from what we should be doing. We are fluid. You couldn't pay me enough money to show up at an office and act the same way every day. Because I can't tell you as a woman what mood I'm going to be in tomorrow. I can't tell you what mood I'm going to be in tonight. That's not how we work as women. So the woman stays in the home so that she can allow herself to be the full expression of femininity. She can be in whatever mood she wants to because she's in the safe container of her home. And the man goes out and he hustles and he does what he has to do. He comes home feeling satisfied that he's actually achieved something. But you reverse those roles, you see depression in men and you see burnout in men. Men are owed a global apology. You see, we were sold this lie as women that we could have the most perfect man, we could have everything we've ever wanted and all our desires and dreams would come true. But it really was an illusion, it really was false. And what it's done for women is it's kept them single, because the agenda of it was to remove the woman from the home and to stop the man wanting to return to it. So my global apology to men is that I'm sorry that I always thought I knew more, and I'm sorry that I didn't let you lead, and I'm sorry that because of that, you would have never felt good enough. And that's simply not true. You are good enough, and we do appreciate you, and we do love you so much. And I'm sorry that those actions of mine made you feel like you weren't enough. The truth was that I didn't feel like I was enough, and I was projecting that onto you. This is a talking point that, you know, modern women throw out all the time. Oh, guys are insecure. They're just insecure. That's why they don't want me to be out half naked around other guys. No, maybe they're looking at you saying, first of all, you're being disrespectful because you already got a man. Why are you out showcasing yourself like that when I've expressed it makes me uncomfortable? And secondly, what exactly are you looking for? Obviously, it's not me, right? Because when we're home hanging out, you're not dressed like that. So you're trying to impress other men. You expect me to sit here, pay for everything, provide and protect,
teach you how to make money, which is what you asked me to do. And in the same breath, what are you doing for me? You're going out, dressing up, and trying to impress other men? That sounds like the guy is getting the short end of the stick, if you know what I'm saying. عايز اخلف بس انا مش عايز راجل، الراجل ما بيمثليش اي حاجه في حياتي، راجل عامل زي الهوا زي الموبايل كده بالظبط، وقت الاستخدام فقط. طب ماشي مع زوجة رابعة؟ زوجة رابعة، وانا الحاليه يعني انا على زميلي. كسبتي في النهائي طبعا. Being a man means being strong, being stoic, being emotionless, and that's not real. That's a very bad idea. It's a very bad idea. Because naive, weak, and harmless means that you can't withstand the tragedies of life. You can't bear any responsibility. You'll end up bitter. And when you get bitter, then you get dangerous. Men are not meant to be dominant. Men are meant to be submissive. When you do that and there's like muscles there, nobody cares about that. People are afraid of the truth because often if you reveal it, it causes conflict in the moment. You should be afraid of the truth, but you should be more afraid of falsehood. You don't make men safe by making them weak. They're much more dangerous when they're weak because they'll stab you in the back when they get the chance. You make men safe by making them strong and then by making sure that they're disciplined. It's the men that have the most aggressive and fearless temperaments that can be the best men, but it's like having a very powerful dog. You better discipline it because otherwise it's going to be a monster. There's a big difference between letting people do something for themselves and saying men should be dangerous. By dangerous, that implies I should be ready to threaten someone, to hurt somebody. No, you should be capable of it, but that doesn't mean you should use it. There's nothing to you otherwise. If you're not a formidable force, there's no morality in your self-control. If you're incapable of violence, not being violent isn't a virtue. People who teach martial arts know this full well. If you learn a martial art, you learn to be dangerous, but simultaneously you learn to control it. Both of those come together. And the combination of that capacity for danger and the capacity for control is what brings about the virtue. Otherwise, you confuse weakness with moral virtue. I'm harmless, therefore I'm good. It's like, no, that isn't how it works. That isn't how it works at all. If you're harmless, you're just weak. And if you're weak, you're not going to be good. You can't be, because it takes strength to be good. It's very difficult to be good.